بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الشهاب الرملي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين في كتابه المسمى بغاية المأمول شرح ورقات الأصول، قال: والعلم الحادث ينقسم إلى ضروري ومكتسب. هو يتكلم على بعض المصطلحات الأصولية التي يحتاج إليها طالب أصول الفقه، لأنه سيتكلم بعد ذلك على تعريف أصول الفقه وأنه معرفة أو أنه علم، فينبغي حينئذ أن نتكلم عن العلم وعن حده، ونتكلم كذلك عن كل ما يتعلق بالعلم مما يستلزم ذكره ذكر العلم مما يستلزم ذكر العلم ذكره. والعلم الذي تكلمنا عليه قبل ذلك وقلنا إنه إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل، أو قلنا إنه حكم الذهن الجازم المطابق للواقع عن دليل، وقيل هو معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع ونفس الأمر. والعلم الحادث، وصفه بالحادث يخرج علم الله تبارك وتعالى، حيث إن علمه قديم لا حادث. الحادث يعني الذي وجد بعد أن لم يكن. حادث يعني يا مشايخ الإسلام، يعني وجد بعد أن لم يكن. فالله سبحانه وتعالى علمه قديم أزلي، لا بداية له ولا نهاية له. فالعلم الحادث ينقسم، هذا العلم الحادث أي بطبيعته، الحادث بطبيعته من حيث هي، فخرج علم الله تعالى فإنه قديم. وعلى هذا فعلم الله تبارك وتعالى لا يوصف لا بالضروري ولا يوصف بالمكتسب، يمتنع وصفه بهذا ووصفه بهذا. أما الاكتساب فإنه يمتنع قطعا، لأن الاكتساب معناه أنه لم يكن ثم وجد، وأنه لم يكن ثم كان. وأما الضروري فله معنيان، أحدهما مقبول في حق الله وأحدهما غير مقبول. العلم الضروري له معنى بأنه هو الذي لم يحصل عن كسب ولا نظر وهكذا، وهذا يوصف به علم الله أنه لم يحصل لا عن كسب ولا عن نظر ولا عن استدلال ولا عن كل هذا، لكنه يوهم أيضا معنى آخر ممنوع، وهو الذي تدفع إليه الضرورة، يعني أنك لا تستطيع أن تدفعه، يعني لا خيرة لك في حصوله ولا قدرة لك على دفعه. وهذا المعنى محال في حق الله سبحانه وتعالى، حيث أنه يؤدي إلى أن الله غير مختار. يبقى ربنا مجبر، وده ده من صفات الله سبحانه وتعالى الاختيار، أنه فاعل مختار يفعل ما يشاء ويختار ما يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك لما اختلط العلم الضروري بمعنيين مختلفين كان له معنيان مختلفان، أحدهما مقبول في حق الله والثاني غير مقبول، امتنع إطلاقه على الله مطلقا لئلا يوهم المعنى الممنوع. ضروري يعني إيه؟ يعني لم يحصل عن نظر واستدلال. طب ما علم الله لم يحصل عن نظر واستدلال، ولكن لك معنى آخر في الضروري، إن أنت ما تقدرش تدفعه، حصل من غير إرادتك. والله سبحانه وتعالى لا يغالبه شيء سبحانه وتعالى. فالعلم إلى ضروري ومكتسب. طيب يا مشايخ، سؤال لكم، هذه القسمة حصرية أم هناك صنف آخر؟ اخبط، قول له اخبط دي ليه بقى؟ العلة، لو عرف العلة لعذرني. ها، حصرية ولا غير حصرية؟ يعني حصرية، هل هناك قسم ثالث؟
ها؟ لدني. يا ابني سيبك من الدرواشه دي يا ابني، يا ابني سيبك من دروشه القادريه. انا صوفي والله، واخد بالك، واهل الله اسيادي، وهتلاقيني ارقص معاك في الحضره على قد جهدي. بس هنا علم، علم لدني. ماله العلم اللدني؟ ايه هو العلم اللدني ده؟ بنقول لك العلم الحادث ينقسم الى قسمين، ضروري ومكتسب. علم اللدني ان ربنا سبحانه وتعالى يقذف علوم في قلب العبد لا يستطيع دفعها، ده يبقى داخل في العلم الضروري. العلم اللدني داخل في العلم الضروري، واخد بال حضرتك؟ وهكذا، لان اهل الله دول لا، ده اسيادنا مولانا، واحنا في نعالهم نتمسك لعلنا ننجو بذلك. اه انا كله عبرغوت على قد دمه. لكن العلم اللدني ده علم يقذفه الله سبحانه وتعالى في قلب العبد لا يستطيع ان يدفعه. حاجه كده بص تلاقي نفسك مجبول عليها، معنى من المعاني ولا مقصد من المقاصد، يقوم ربنا وضعه جواك يطلعك به على اسرار الكون براحته، مش بقى يعني كما يفعل كما يشاء. هذه القسمة قسمة حصرية، لأن العلم إما أن يكون حاصل عن نظر واستدلال، وإما أن لا يكون حاصل عن نظر واستدلال. ليه؟ لأن الموضوع دار بين النفي والإثبات، وما دار بين النفي والإثبات فهو حصري. لأنه قال لك في إيه بقى؟ قال لك لم يقع عن نظر واستدلال، والثاني وقع عن نظر واستدلال، وليس هناك ثالث في العلوم الحادث، لأن العلوم الحادثة إما أن تقع عن نظر واستدلال، وإما أن لا تقع عن نظر واستدلال، فليس هناك ثالث. طيب، فالعلم الفاء هنا كما علمناكم آلاف المرات أنها فاء الفصيحة التي تفصح عن شرط محذوف. يعني إذا أردت أن تعرف تعريف كل من العلم الضروري والمكتسب فأقول لك العلم كيت وكيت وكيت. قال العلم الضروري ما، ما يعني علم؟ علم بمعنى إدراك، إدراك لم يقع، يقع يعني لم يحصل بذاته عن نظر، لم يحصل بذاته حيث كان ناشئا عن نظر واستدلال. ايه يعني النظر بتاعنا ده؟ لا، ده النظر لسه هيجي يقول لك اهو. النظر تعريفه انه عبارة عن الفكر في حال المنظور اليه، واخد بالك؟ والاستدلال هيقول لك طلب الدليل، وهيقول لك ان الاستدلال والفكر نهايتهم واحدة. قال لم يقع اي لم يحصل عن نظر واستدلال بأن، قالوا بأن هذه الباء اسمها باء ايه؟ تصويرية. صورته ايه يا مولانا؟ كأن سائلا سأله وقال ما صورة العلم الذي لم يقع عن نظر واستدلال؟ قال صورته أن يضطر الإنسان إليه. علم اضطراري، علم اضطراري يعني نشأ نشأة ضرورية بحيث لا يستطيع الإنسان أن يدفعه، يعني كان الإنسان مضطر إليه، مجبول إليه، بحيث يعني لأنه يعني هذا، هذا الاضطرار لأنه لا يمكن دفعه. قال هو كان لي ضروري، لماذا كان ضروريا؟ قال لأنه لا يمكن دفعه. فبيعلل الضرورة بعدم إمكان الدفع، الضروري هو الذي لا يمكن دفعه. قال كالعلم الواقع، واقع يعني حاصل، بإحدى الحواس، الباء هنا للسببية يعني بسبب إحدى الحواس، والحواس جمع حاسة وليس اسم فاعل، وإنما هي بمعنى القوة الحساسة اللي هي الملكة التي يصدر عنها هذه الأشياء الخمس، لأن عندنا الحواس خمس،
البصر، السمع، الشم، الذوق، اللمس. هذه هي الحواس الخمس الظاهرة، وقال الظاهرة حتى يخرج الباطنة، لأن الباطنة هي عبارة عن مواد يثبتها الفلاسفة. علماء المسلمين لما أخذوا هذا الإنتاج الفلسفي ودرسوه وجدوا أن إثبات الحواس الباطنة يناقض العقائد الإسلامية. طب بقى الكلام ده بقى يبقى في علم الكلام، نذكره ونبحثه ونناقشه في فن يسمى بفن علم الكلام. طيب، قال التي هي حاسة السمع والبصر واللمس والشم والذوق، ولها تعريف عند أئمتنا القدامى. وأنا شايف إن أنها لا تحتاج إلى تعريف. مين اللي ما يعرفش السمع؟ كلنا بنسمع. مين اللي ما يعرفش يعني إيه بصر؟ ما كلنا بنبصر. مين اللي ما يعرفش يعني إيه ذوق؟ ما كلنا بندوق، بس مش دي، كلنا بنأكل. مين اللي ما بيلمسي؟ هي معروفة، ولذلك لا تحتاج إلى تعريف. أقول لك يعني إيه برودة؟ تقول لي برودة يعني إيه برودة؟ اللي أنت حاسس بيها. تقول لي عرف لي البرد، طب عرف لي الحر، طب عرف لي الفوق والتحت. هذه من المعاني ومن المفردات التي يعلمها الجميع بالبداهة، لا تحتاج إلى تعريف. ولذلك إذا أردنا أن نعرفها قد نخطئ في العبارة، لأننا لا نجد عبارة توفي بما نشعر به، بما نحس به. زي المذاقات. زي المذاقات. مالح مثلا. طب أقول لي يعني إيه مالح؟ وإيه مسكر؟ وهكذا. طب مسكر يعني إيه؟ طب خد حتة حلاوة كده، خد حتة شوية سكر من السكر اللي بقى ب 100 جنيه دلوقتي. خد بس كده وكلام من ده. وهكذا، كل ده مزاح. فإنه الضمير عائد إلى العلم، يعني فإن العلم يحصل لمن قامت به هذه الحاسة بمجرد الإحساس. ومجرد مضاف، والإحساس مضاف إليه، تبقى من إضافة يا مولانا الصفة إلى الموصوف، يعني بالإحساس المجرد. فدي من سماها مولانا من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني بالإحساس المجرد. يقول لك في النحو يقول لك جرد قطيفة، يعني قطيفة مجردة. قال فإنه يحصل بمجرد الإحساس، يعني بالإحساس المجرد لا بشيء آخر. يعني أنا مثلا وضعت يدي على النار فشعرت بيعني حرارتها، فمجرد وضع يدي على النار، مجرد وضع يدي على النار أحس بالحرارة، لا بخبرة وتجربة سابقة. خلي بالك هو عايز يقول إيه؟ يقول إن الإحساس المجرد يحصل عقبه العلم، لا بمعارف أخرى سابقة. بها، أي بالإحساس المجرد، من غير نظر واستدلال، فتحت عينيك وجدتني أمامك، حصل لك من هذا علم بأنني موجود بداخل الرواق الجاوي. هل تستطيع أن تدفع وجود الفقير إلى الله أمامك داخل الرواق الجاوي؟ مش هتستطيع. مش هتصاحب بقى حاجة تانية تقول لا ده الشيخ سيد شلتوت بيجي كل خميس، فوجوده في المضيفة أو في وجوده في الرواق الجاوي سببه إخباره اللي احنا قريناه على الفيسبوك. طيب، بل بمجرد حصول الصوت، مجرد حصول الصوت، لا بشيء آخر، لا بمعونة شيء آخر، بل بمجرد حصول الصوت في الأذن، الله، حصل لك الصوت.
علمت أن هذا الذي سمع هو صوت. كله بقى هو الكلمة دية اللي مسموعة معناها إيه؟ دي حاجة تانية. احنا بنتكلم على مطلق الصوت الذي حدث في أذنك. كونك إن أنت سمعت صوت وأن هناك من يتكلم هذا علم ضروري لا تستطيع أن تدفعه. معنى بقى الصوت إيه؟ والكلام ده موضوع لإيه؟ ده كلام آخر. بل بمجرد حصول الصوت في الأذن، هو كان كاتبها في الأذن تنفع برضك ما هي لغة، يكفي في إدراكه، يكفي في إدراك الإيه؟ إدراك الصوت، ولا يحتاج ذلك إلى شيء آخر غير السماع يا مشايخ الإسلام. وكذلك فتح الحدقة، حدقة اللي هي العين اهو دي اسمها حدقة اهي، وبنسميها جوهرة. عندنا لما تيجي تاكل لحمة الراس، وانا ما اعرفش انتوا بتاكلوها ولا لا، ما بتاكلش لحمة الراس دي؟ ما بتحبوهاش؟ ده احنا مبدعين المصريين ما فيش حاجة ما بناكلهاش، حتى حتى الامعاء الحيوان بنسميه منبار، بنجيبه وننظفه وبنجيب رز بخلطه هكذا ونضعه فيه ويتعمل كده ويتحط في النار يستوي، وبعد كده يطلع يخش على الزيت يتحمر يبقى حاجه جميله، انا بحبه جدا. ما بتاكلوش المنبار ده؟ اما دي بقى احنا عندنا في عندنا يعني اماكن خاصه لاكل لحمه الراس. الراس دي راس الحيوان عندنا مطاعم خاصه لصناعتها وطهيها ونضجها، بنسميه ايه بقى؟ مصمط، مصمط، طقطق، طق. خلق اليد الطاء. مصمط، المصمط ده خاص في صناعه هذه الاكله. يقول لك مثلا اللسان، يجيب لسان الحيوان البقرة أو الخروف أو المعزة ويقطعه هكذا ويضعه في السمن ويحمره هكذا. ما بتحبش اللسان؟ إزاي ما بتحبش اللسان؟ لسان العرب، اللسان ده لسان بيذكر الله. ما تحبش إزاي اللسان؟ ده غالي جدا، ده أنا من هواة أكل اللسان. ما بتحبوش أنت كمان؟ لا، روحوا بلادكم أحسن. ده اللسان ده غالي جدا، وله يعني البنات بتعملوا بتحبوه ولا لأ؟ إيه ده؟ طب أنتوا أعرضتوا نفسيكم له يعني لعلكم تلفحون بنفحته وتاكلوه؟ جربوه هتعملوه ازاي؟ لا ده عايز بقى شغلانه. ان شاء الله هعمل لكم فقه الطبخ والطهي، هنقرا كتاب ابن شلتوت في الطهي. طب بكره هنختم. فالمصريين عندهم ثقافه، كل بلد لها ثقافتها وكل بلد ثقافتها تحترم، وكل بلد ثقافتها بيعبر عن اختيارها، بيعبر عن تاريخها، بيعبر عن عمقها، بيعبر عن يعني حبها وهكذا. كل بلدة انت ليك أطعمة المصريين ما بيستحملوهاش، ريحة الطعام صعبة. فدي بقى بنسميها بقى احنا في المصمت بيسموه جوهرة. كان عندنا في سيدنا الحسين مطعم شهير بس دلوقتي غير وبدل نفسه، كان في التسعينات والثمانينات كان مصمت اسمه العهد الجديد، وإلى الآن كما هو العهد الجديد في سيدنا الحسين. أنا كنت أذكر أني أنا سنة 89 كنت بحضر لسيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي، وبعد أن أنتهي من الدرس أذهب إلى العهد الجديد، كان مصمت صرف، وكنا نأكل هناك هذه الجوهرة. دي بيسموها ايه العين دي؟ بيسموها جوهرة. طبعا انت ما تقهاش، ما تستحملهاش، واخد بال حضرتك؟ في بقى حاجات تانية بقى يعني ايه
في حاجة عندنا في مصر اسمها سمين، يقول لك دي خلطة من كل أنحاء الذبيحة، الذبيحة واخد بالك. بس انت شكلك انت مالكش في الكلام ده، انت كبيرك سندوتش فول وخلاص، كان الله بالسر عليم. كأنه هم قبل ما تسافر كان وزنينك في قبل ما تركب الطائرة، وهيستلموك زي ما انت أول ما ترجع. فدي بنسميها ايه؟ الجوهرة. جوهرة ايه؟ لأنها كالجوهرة حقيقي. شوف بقى تعبير المصريين كالجوهرة، ده دي أغلى حاجة في الإنسان، أغلى حاسة في الإنسان هي العين، بها يرى كل شيء واخد بالك. طيب قال بل بمجرد ما يفتح الحدقة أبص لقي الصورة قدام عيني تنطبع في ذهني، يحصل لي علم بوجوده في هذا المكان، ولرؤية ما يمكن إبصاره. شوف 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 كلام بقى هنا الدقة، بفتح الحدقة لرؤية ما يمكن إبصاره، لأن هناك بعض الأشياء، هناك بعض الأشياء لا تبصر لدقتها، نقطة بول دقيقة جدا لا تبصر. تقول لي بقى طب أنا فتحت أول الحدقة وما شفتش نقطة البول، فتحت الحدقة ولم أرى يعني ما علقة يعني رجل الذبابة، طب ما ده لا يمكن إبصاره، لا يمكن إبصاره. بمعنى إيه؟ بمعنى إن العادة الحدقة ديت ليست فيها القوة التي تبصر كل يعني شيء، ولكن يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يركب في هذه الحدقة حاسة سادسة لرؤية رب العالمين سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا ذلك يا رب العالمين، واجعل ذلك مبتغانا ويعني نهاية أمانينا، أن نرى وجه ربنا سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وأن نكون بجوار نبينا. فهاتان نعمتان لا تعدلهما نعمة لا في الدنيا ولا في الآخرة، الرؤية واللقاء. طيب يا مشايخ، لكن شوف بقى يعني لرؤية ما يمكن إبصاره، ده بيتكلم على مستوى الحرف، ما بيسيبش الكلام كده يعني مطلق. قال وملاقات البشرة، انتبه مش ملاقات الحائل، البشرة، لأن بها الإحساس للملموس للشيء الذي وقع عليه اللمس. بمجرد ما حضرتك تضع إيدك على الحاجة الساقعة تشعر ببرودتها فتعلم أنها باردة، يوجد فيك علم ببرودة هذا المشروب، قطعا لا تستطيع أن تدفع هذا، يبقى ده علم إيه؟ علم ضروري، وده قطعي. وتنشق الهواء، الهواء جالك، والهواء ده محمل بروائح معينة، فبمجرد ما تتنشق الهواء الذي يحمل رائحة معينة تدرك هذه الرائحة ولا تستطيع أن تدفعها. ممكن واحد يقوم حاطط ريحة وانت عندك الحاسة شغالة، الهواء يشيل الريحة دي، سبحان الله. شوف الهواء، الهواء ده عجيب يا مولانا، الهواء هواية واخد بالك، الهواء يقوم شايل الريحة، وأول ما حضرتك تشم تدرك هذه الرائحة وتقطع بها ولا تستطيع أن تدفعها. يبقى العلوم دي كلها علوم إيه؟ علوم حصلت بالحواس. وبمجرد ما تشرب العصير ده، أو أشرب أنا العصير ده، مش تشرب أنت، اللسان يتذوق فيدرك بحلاوة هذا المشروب أو يعني مزازته. يبقى إدراك الحلاوة ده إيه؟ أنا لسه شارب شوية وهو مسكر، فإدراكي لأنه مسكر ده إدراك قطعي جازم ضروري، لا أستطيع أن أنا أدفعه، ما أقولش لا ده هو مش مسكر، لا ما أستطيعش هذا. بسطح اللسان، لأن المادة والقوة في سطح اللسان، للعصبة المحيطة بسطح اللسان،
انتهينا. قال ويسمى العلم الواقع، الواقع يعني الحاصل، ويسمى العلم الواقع بإحدى هذه الحواس العلم الحسي تسمية باسم الآلة التي حصل بها، وتسمية للشيء باسم سببه. يبقى علم حس يعني سببه ليه يا مشايخ؟ سببه الحس، من إضافة المسبب إلى السبب. المسبب اللي هو إيه؟ اللي هو العلم، والحس اللي هو الإيه؟ اللي هو السبب. يا سلام، إيه الجمال ده؟ قراءة غاية المأمول دي متعة والله يا مولانا. سواء أقلنا إن نفس، يعني هذه التسمية ثابتة في كل الأحوال، إذا قلنا بأن الحواس مدركة، أو إذا قلنا بأن الحواس واسطة الإدراك، هذا العلم في كل الأحوال يسمى علم حسي. سواء أقلنا إن نفس الحواس مدركة، يعني الحواس هي التي أدركت، حاسة البصر هي التي أدركت المبصر الذي يمكن إبصاره، حاسة السمع هي التي أدركت المسموع الذي يمكن سماعه، أو إحنا بنقول إن المدرك هو العقل، ولكن بواسطة الحدق والسمع والذوق وهكذا. فهل يا ترى الحاسة هي المدركة، أم أن العقل مدرك بواسطة الحاسة؟ مذهبين، مذهبين. ده الكلام ده دقيق، عيش معاه، عيش معاه كده وتأمله وطبقه. وما تقرر، لكن لو قلنا ده، قلنا ده هو برضك علم حسي، التسمية لا تنتهي. ولكن على الأول هيبقى من إضافة المسبب إلى سببه، وعلى الثاني من إضافة المسبب إلى سبب السبب. الله، فهمنا دي؟ نقولها، هقولها أفهمها. أنا جاي عشان أفهمك بليز حبيبي، أنا جاي عشان أفهمك. إحنا قلنا إن الحاسة هي المدركة، صح؟ يبقى العلم الحسي، يعني هذا العلم سببه الحس، سببه هذه الحواس المدركة، حاسة من شأنها الإدراك. طب الثاني قال لا، ده العلم ده مدرك، والحاسة دي مش مدركة، ده العقل هو اللي مدرك، ولكن الحاسة سبب للإدراك. الحاسة سبب للإيه؟ سبب لإدراك العقل. فيبقى المدرك في الحقيقة مين؟ العقل. طب والحاسة؟ الحاسة دي سبب للعقل، والعقل ده سبب للعلم. شفت بقى؟ نقولها تاني، نقولها تاني. احنا بنقول هنا علم حسي، يعني علم سببه الحس، فالحس هنا سبب مباشر. طيب علم حسي، وقلنا بأن الحواس مش مدركة، دي الحواس وسيلة الإدراك، والمدرك في الحقيقة هو العقل، فيكون العقل هو المدرك السبب الحقيقي، ويكون العلم الحاصل حاصل بسبب الفكر والعقل المدرك، ولكن الحس سبب لإدراك العقل. يبقى الحس ده سبب لإيه؟ لإدراك العقل. طيب والعلم ده حاصل منين؟ ده حاصل من سبب السبب اللي هو العقل، لأن احنا بنقول له هل هو المدرك ولا الحواس مدركة؟ قلنا لا، ده العقل هو اللي مدرك. مدرك ايه؟ مدرك هذه المعلومات، فالمعلومات هذه سببها العقل.
والحس واسطة لإدراك العقل لها. طيب، وما تقرر من أن ما يدرك بالحواس المذكورة يسمى علما هو مذهب ما يدركه، يعني هذا الشيء الذي يدركه كبرودة الماء وحرارة الشاي، ما يدرك بالحواس المذكورة يسمى علما، يعني إدراكي لبرودة الماء يسمى هذا الإدراك علما، إدراكي لسخونة الشاي هذا الإدراك يسمى علما، إدراكي لأنني جالس هنا في الرواق الجاوي هذا الإدراك يسمى علما. وهو مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري وغيره. وأما ما ذهب إليه بعضهم قال لا، ما يدرك بهذه الحواس لا يسمى علما، يعني النار محرقة. خدوا مثال، نحن علمنا أن النار مدركة، ده علم ولا مش علم؟ لكننا إذا وضعنا أيدينا على النار فشعرنا بالحرارة وجدنا معنى يخالف ما هذا المعنى الذي أخبرنا عنه قبل ذلك، فينبغي أن يكون مخالفا له. قالوا كده، قالوا لا، ما يدرك بهذه الحواس لا يسمى يا مولانا لا يسمى علما. لماذا؟ قالوا لأنه يخالف بقية العلوم، ومخالفته لبقية العلوم لا تجعله علما. فنحن أخبرنا أن النار محرقة فنشأ لنا من ذلك علم حاصل بالتجربة، لكننا إذا وضعنا أيدينا على النار نشأ لنا معنى خلاف المعنى الذي نشأ لنا من الإخبار بأن النار محرقة. قالوا طيب وماله، إيه المشكلة؟ فالعلوم تتفاوت، قطعك وجزمك بحرارة النار بسبب لمسك لها يختلف عن الإخبار في القوة، فهو علم ونوع من العلوم، والعلوم تتفاوت، علم حاصل بالإخبار وعلم حاصل بالممارسة. قال وأما ما ذهب إليه بعضهم من أن الإحساس غير العلم، قال لا، ما يدرك بالحواس لا يسمى علما. ليه يا مولانا؟ قال لأن إذا علمنا شيئا، اتصل علي على سبيل المثال أنا في الطريق واتصلت بأخونا خيري وقلت له الطلبة حضرهم ولا لا؟ قال الطلبة موجودين في الرواق ينتظرونك. قلت باشا أنا جاي. أول ما رحت وجدت الطلبة، طب ما خيري أخبرني، فعلمت من إخبار خيري إن الطلبة موجودين في الرواق، حصل بذلك علم. لكنني لما أتيت ورأيت حصل لي نوع آخر يختلف في قوته وعمقه والتساق قلبي به عما أخبرني به خيري. بيقول كده، يعني معنى الكلام كده أخي صح كده؟ أهو، لأن إذا علمنا شيئا، أيوة يا عم الشيخ خير، الطلبة جم، قال لي آه جم وقاعدين ومنتظرينك، وسمعت صوت الطلبة وبعت لي صورة على الواتس، قال لي أدي صورة الطلبة أهو، والساقي على يمينك والطلبة أمامك قاعدين منتظرين، والبنات قاعدين في الغرفة منتظرين. قلت له ماشي جاي. أول ما جيت بصيت، إذا ده زي ما قال لي، ده أقوى كمان مما قال لي. قال ثم رأيناه، الله، دخلت الرواق لقيت الطلبة، وجدت فرقا بين الحالتين، فرق ضروري، لأن أنا لما شفت ما أقدرش أن أنا أنكر وجود الطلبة، لكن لما سمعت أقدر أن أنا أنكر وجود الطلبة. قال وما دام وجدنا فرق ما بين ما سما أخبرنا به وما رأيناه، يكون دوت ليس من قبيل العلوم التي سببها الحواس.
فجوابه أن هذا لا يمنعه، اللي احنا شفناه بعد أن سمعناه، لا يمنع كونه نوعا من العلم، هو نوع من أنواع العلم، لكنه مخالف لسائر العلوم. فالعلوم التي تدرك بالحواس هي نوع من العلم مخالفة لسائر العلوم. وأشار بقوله كالعلم إلى أن الكاف هنا تمثيلية ليست تنظيرية. الكاف التمثيلية معناها أن هناك نماذج أخرى وأمثلة أخرى. التنظيرية يعني بيقول لك ما فيش نظير إلا اللي ورا ده بس، اللي ورا الكاف. إلى أن العلم الضروري غير منحصر فيما ذكره، فالعلم الضروري ليس منحصرا في العلم الحاصل بإحدى هذه الحواس الخمس الظاهرة، فإن منه نوعين آخرين، أحدهما ما يدرك ببداهة العقل، في نوع يدرك ببداهة العقل، يعني بإيه؟ بالعقل البديهي، ببداهة العقل يعني بالعقل البديهي، بالعقل الموصوف بالبداهة، فهو أيضا من إضافة الصفة إلى الموصوف. قال وهي القضية، قضية يعني يا مولانا يعني نسبة تامة مكونة من مسند ومسند إلي، موضوع ومحمول. قال وهي القضية، ولذلك صاحب السلم يقول ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. فالقضية هي مركب كلامي يقال لقائله صادق أو كاذب لذاته، يبقى ما احتمل الصدق لذاته جرى بينهم قضية وخبرا. فالقضية هي قضية يعني مقضي فيها في الأصل، أصلها قضية يعني مقضي فيها، يعني نسبة تامة. يجزم العقل بها يعني بهذه النسبة التامة بمجرد تصور الطرفين، يعني أن العقل بمجرد ما يتصور المحمول والموضوع يجزم بالنسبة التي بينهما. طب عايزين مثال يا مولانا، لأن الطلبة إحنا علمناكم دراسة الأصول من باب الفقه، لازم نذكر لهم أمثلة ونماذج، إن شاء الله ندرس لكم الأشباه والنظائر. قل اللهم آمين. 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 التي يجزم العقل بها بمجرد تصور الطرفين، يقصد بالطرفين كما في الكتاب الموضوع والمحمول، سواء أكان تصور كل من طرفيها بضرورة أم بنظر، سواء كان تصور الموضوع ضروري أو نظري، أو تصور المحمول ضروري أو نظري، فهي أربعة أقسام، لأن الطرفين قد يكونان ضرورين، الموضوع ضروري والمحمول ضروري، أدي صورة، المحمول تصوري والموضوع تصوري، أدي صورة، الموضوع ضروري والمحمول تصوري، ثلاثة بالعكس أربعة. يبقى القسمة يا مولانا القسمة رباعية، فهمنا؟ مثل قولنا الكل أعظم من الجزء، الكل ده موضوع، أعظم من الجزء ده محمول. تصور حضرتك الكل، الكل يعني الرواق، أقول لك مثلا الرواق الجاوي أوسع من
من الطلبة الجالسين فيه الآن. لا ده بمجرد ما تصور الرواق الجاوي وتصور الطلبة اللي قاعدين جوه الرواق الجاوي أقطع بنسبة هذه المحمول للموضوع قطعا ضروريا لا أستطيع أن أنا أعود فيه. بقول الرواق الجاوي أوسع من الطلبة الجالسين فيه. ده الرواق كبير والطلبة صغنانين، يبقى هو أوسع وأكبر. نعم، بمجرد ما أتصور الرواق ومجرد ما أتصور الطلبة الجالسين فيه أجزم بهذه القضية اللي هي إيه؟ اللي هي أوسعية الرواق الجاوي بالنسبة للطلبة. الكل أوسع من الجزء، الكل اللي هو كل بدني أكبر من يدي، صح ولا لأ؟ طيب أنا بتصور بقول لك بدني ويدي، تصورت بدني وتصورت يدي، أجزم قطعا بأن اليد أصغر من الجسم وأن الجسم أكبر من اليد. مش محتاج بقى الدليل، تقول لي فين الدليل من الكتاب والسنة على أن جسمك أكبر من إيديك؟ ده انت عقلية سلفية. والعقلية السلفية دي عقلية زبالة. والله يا ابن الوجود اهو، بص ايدي اهو، ايدي اهي وجسمه، بص بزيادة كمان. انا عايز الدليل، قال الله وقال الرسول. لا لا لا، احنا في ازمة حقيقي، والمشكلة مش في السلفية، المشكلة ان الفكر ده بدأ يتنطور ويخرج من أفهامهم إلى أفهام العامة. ده حاصل يعني. واحد امبارح أو الامبارح كانوا بيتناقشوا في برنامج عن الحضانة، والحضانة ده أمر ديني، فلا بد أن أنا أقعد وأسمع الهرتلة الكلامية فيها إيه. فطلع واد محامي قال له الاستضافة لا دليل عليها من الكتاب. طب انت مالك انت؟ اولا هو انت حضرتك عارف ادلة الكتاب؟ عارف يعني ادلة الاحكام؟ كم دليل من ادلة الاحكام في كتاب الله؟ واخد بالك؟ ده لما قال الغزالي ان هم 500 يعني آية فيها ادلة الاحكام قام عليه القوم وقالوا ازاي بتقول الكلام ده؟ ده الكتاب نفسه إما أن يدل بمنطوقه، وإما أن يدل بمفهومه، وإما أن يدل بالمطابقة، وإما أن يدل بالتضمن، وإما أن يدل بالالتزام، وإما أن وهكذا مناهج. أنت بقى عرفت الكلام ده يعني اسمك أنت؟ إيه ده؟ أنتوا رايحين فين؟ طب هو جاله منين الحدوتة دي؟ من الإخوة اللي بيطنطنوا. قال ليس في كتاب الله ما يدل على هذا. التاني قال له أيضا ليس في كتاب الله ما يدل على عدم هذا. وبدأ الاثنين جاهل يناقش وأجهل منه. حقيقي يعني انتوا اللي بتعملوه ايه ده؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ طب ده جالكم منين؟ انا ارى والله اعلم، وقد تكون رؤيتي يعني في غير محلها، ولكن على قلة او على ندور، ان سبب هذه الهرتلة الفكرية سببها الفكر السلفي، وانتقم الله ممن ترك السلفية تعسو في البلاد فسادا 30 سنة وزيادة. طيب أيتك. ولكن محاربة هتحاربهم ازاي بعد ان دخلوا الجامعات الأزهرية؟ دكتور سلفي ويقول لك أنا دكتور جامعي ولابس العمامة الأزهرية، ويقول لك أنا وسطي، لدرجة أن أحد يعني صناديد الوهابية أسوأ يعني من أبو جهل الوهابية، واخد بالك، وأسوأ من أبو لهب السلفية، بيقول لك أنا وسطي، مع أنه كان بينعي أحد قادة داعش الذي قتل في سوريا وكان تلميذه. ايه ده؟ امال مين بقى المتشدد يا برهام؟ انت ولا بتنجان ولا اسمك ايه يعني؟ امال مين يا ابني المتشدد؟
يبقى اكيد الصوفيه المتشددين صح كده هو يعني. اه لا هو عند الصوفيه ده يعني ايه ليبرالي وتلمزته شويه تعال ليبراليين يعني. طيب ماشي. طب قول لي بقى مين المتشدد والنبي سايق عليك سيدنا النبي وانا عارفك هتشركت، مين المتشدد وانت بتنعي احد قاده داعش وبتقول انه مش شهداء؟ يبقى مين بقى المتشدد؟ المتشدد حد تاني بقى احنا تقريبا يعني. على كل حال الفكر السلفي ده فكر خطير جدا جدا على العامة والخاصة، وفكر بدأ ينفذ إلى العوام. أنا بدأت أخش يجيني عامي يقول لك الصلاة في المساجد اللي فيها قبور حرام، تقول له يا ابني إزاي؟ يقول لك بقى أصل أنا سمعت وعملت وسويت وجماعة بتوع السلفية قالوا. الفكر ده تنطور إلى العوام وربنا يستر عليكم، هتروحوا بلادكم هتلاقوا الفكر ده بدأ يترمي بين أيدي العوام، والعوام بدأت إن هي تدخله في قلبها. هتعالجوه إزاي بقى؟ يبقى بالدعوة بالشغل ليل نهار تشتغلوا، وإلا ربنا يستر على بلادكم. والمشكلة ما تزعلوش مني يعني أقولها وما تزعلوش، أنتم مش أنتم يعني أنتم طلبة علم وأنا أعلمكم ما فيش حد هيخترقكم، لكن هو في مشكلة للإخوة الوافدين انهم سطحيين شويه جدا. ما تزعلوش مني، انتم اولادي ويعلم الله كيف يعني كم حبي لكم، لكن هي مشكله الوافدين انه سطحي، سطحيته هي طريق استقطابه. اه والله يا مولانا السطحيه مخيفه جدا، والسطحيه اقرب الى السلفيه. هو السلفية دي عبارة عن ايه؟ عن عباد للظواهر، واخد بالك؟ ودي سطحية، والوافدين كمان مشكلتهم انهم سطحيين. ولذلك لما حدثت الفتنة، واخد بال حضرتك فتنة الاخوان منذ قديم، وجدنا كلام غريب جدا للاخوة الوافدين. انتوا اتضحك عليكم ولا ايه؟ اتضحك عليكم باسم الاسلام؟ لا 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 لا، فاحنا محتاجين نرجع تاني الى العمق. العمق هناخده منين؟ من الدراسة بالطريقة اللي احنا شغالين بها دي. بس الدراسة لوحدها مش هتكفي، حتى تكون منهج لحياتك تمشي بيه. خليك عميق ولا احد يلعب على عاطفتك وانظر الى كذا. اين الحقائق؟ اين العلوم؟ ده بيقول لك اهو العلوم هي تثبت بايه؟ العلوم مش بالإخبار، ولو بالإخبار تعالى الإخبار ده شكله إيه وضعه إيه وقصته إيه ودنيته إيه وا وا إلى آخره، ومين اللي مخبر؟ ده اللي مخبر دوت ممكن يكون متهم في دينه وا وا إلى آخره. يا أخوانا إياكم والسطحية، لأن الأزمة اللي إحنا عايشينها في حياتنا الآن السطحية والعاطفة الجياشة التي قد ينفذ إليك أهل الباطل من خلالها. أهل الباطل ينفذون إليك من العواطف الجياشة. كلنا نحب الإسلام وكلنا نحب شريعة الله، ولكن لا نريد من أحد أن يتاجر بشريعة الله ويستقطب عواطفنا ويستقطب أفكارنا ويكثر جمعه على حساب أخلاقنا وديننا وعلى حساب يعني منهجنا وهكذا. فأخواننا خلي بالكم السطحية لابد من معالجتها، وهنعمل لكم محاضرات في كيفية تخطي السطحية، منها ان حضرتك تقرأ بعمق، منها ان حضرتك تتأمل اقعد وفكر، منها ان حضرتك تسأل اهل الخبرة، منها ان حضرتك تسأل الناس اللي عاشت الواقع. مش انت قاعد في ماليزيا واخد بالك وعمال تقول لي رابعة ومش رابعة وخمسة وستة وسبعة ونص، انت شفت حاجة؟ والأخبار اللي بيجي لك دي كلها أخبار مريبة من هنا أو من هناك، بلا ولا مش بلا؟ طيب الكل أعظم من الجزء والواحد نصف الاثنين. عندما تتصور الواحد وتتصور النصف تدرك أن نصفية
الواحد نصف الاثنين، نصفية الواحد للاثنين قضية ضرورية. الواحد نص الاثنين، ما هو النص ده عبارة عن ايه؟ عن انقسام الشيء الى متساويين. ده واحد واحد يديني اثنين، يبقى الواحد ده نص الاثنين، صح كده؟ بمجرد ما تتصور القضية، الموضوع والمحمول، تجزم بالنسبة بينهما. وتسمى القضايا المعلومة بذلك الأوليات. ليه؟ لأنها منسوبة إلى الأول، يعني من أول وهلة ومن أول ما تتصور الطرفين، مش محتاج لشيء آخر. مش محتاج ليه يا مولانا؟ لشيء آخر. قال: ويلحق بهذا القسم، يعني هذا القسم اللي هو يقصد به النوع دوت، يعني يقصد من القسم النوع. ولذلك اللي مش معاه النسخة بتاعتنا ومعاه النسخة اللي هي بتاع اللي كانت أصلها رسالة ماجستير، يقول لك ليته عبر بالقسم بهذا القسم، عبر يعني بالنوع عن القسم، لأنه بيقول لك إيه؟ بيقول لك فإن منه نوعين. قال: ويلحق بهذا القسم، لا، ويلحق بهذا النوع، صح كده؟ لكن هو أطلق القسم وأراد به النوع، سهلة يعني، ما جيتش يعني فيل. ويلحق بهذا القسم القضايا، يعني النسب التامة، التي قياساتها معها. يبقى في قضية لا يفارقها قياسها، كأن القياس دائما ملاحظ مع ورودها، بأن يحكم العقل بواسطة لا يغفل عنها الذهن. عندكم ايه في النسخة الجديدة؟ الذهن ولا لأن عند تصور؟ لأن عند تصور. مصلحاش؟ غلط. الذهن بدل لأن، اكتب بدلها الذهن. الذهن غلط. ايه؟ عنها، اكتب بقى لأن، حط عليها دايرة كده واطلع بيها بره واكتب عليها كده ايه؟ ها، الذهن. يبقى لأن معناها ايه؟ يعني الذهن، يشيلها كده واكتب مكانها ايه؟ البنات. شيلوا كلمة لأن التي بعد عنها وقبل عند، وضعوا مكانها الذهن. بها يعني تتسق العبارة. قال: ويلحق بهذا القسم، اكتب فوقها كده أي النوع عشان تبقى عارف، القضايا جمع قضية التي قياساتها معها، يعني هذه النسبة التامة، وعند ذكرها يذهب الذهن إلى قياسها، يعني كأن قياسها من لوازمها، بأن يحكم العقل. إيه صورتها؟ قال: بأن يحكم العقل بواسطة، يعني بسبب واسطة، لا يغفل عنها الذهن، يعني لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين. نقولها تاني: لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين، لأن إيه بقى؟ عنها الذهن عند تصور حدود تلك القضايا. إيه هي حدود تلك القضايا؟ اللي هو الموضوع والمحمول والنسبة بينهما. فعند تصوري للموضوع، وعند تصوري للمحمول، وعند تصوري للنسبة بينهما، تحضر القياسات ويجزم العقل بها. طب عايزين مثال يا مولانا، هديكم مثال. احنا هنروح فين؟ المحكوم عليه. يبقى المحكوم عليه وبه، ده تفسير لايه يا مشايخ؟ لحدود القضايا. المحكوم به اللي هو الموضوع، المحكوم به اللي هو المحمول، والمحكوم عليه اللي هو الموضوع. المحكوم عليه، اكتفوا ايه؟ موضوع. وبه محمول. يا سلام. وفيها قال:
عند تصور حدود تلك القضايا المحكوم عليه وبها فيها، يعني في هذه القضايا، يعني كقولنا، انتبه، كقولنا الأربعة زوج. دي قضية من القضايا الضرورية، يعني زوجية الأربعة. مالها بقى؟ قال دي قضية قياستها معاها عند تصور الأربعة. هي الأربعة عبارة عن إيه؟ الأربعة زوج، الأربعة عبارة عن اتنين واتنين، يعني منقسمة إلى متساويين. والزوجية ده زوجية دي معناها منقسمة إلى متساويين. فأول ما أبص أنظر إلى الموضوع وأنظر إلى المحمول أجد معي قياس، وهو كل من قسم إلى متساويين زوج. يبقى الأربعة منقسمة إلى متساويين تبقى زوج، يبقى قياسها معاها اللي هو إيه؟ اللي هو الأربعة منقسمة إلى متساويين، وكل منقسم إلى متساويين زوج، الأربعة زوج. اكتبوها بقى، تقول وقياسها صورته أن يقال الأربعة منقسمة إلى متساويين، وكل منقسم إلى متساويين زوج، النتيجة الأربعة زوج. والانقسام إلى متساويين معاك، معاك حاضر عند تصور الأربعة وعند تصور الزوجية. يا سلام، كلام جميل. عشان كده الكتاب ده إن شاء الله سيظل حاضرا بيننا. لانقسامها اللي هي إيه؟ الضمير عائد إلى الأربعة بمتساويين، الباء هنا بمعنى إلى، يعني إلى متساويين. فإن الانقسام، الفاء هنا تعليلية، يعني أن الانقسام بمتساويين، يعني إلى متساويين، وسط حاضر دائما معك، حاضر في الذهن دائما لا يغيب عن الذهن أبدا. ليه؟ لأنه من لوازم الزوجية ومن لوازم الأربعة. عند تصور الأربعة وعند تصور الزوجية. طيب، قال وثانيهما ما يدرك بالتواتر. ما يعني خبر، يبقى ما وقع على إيه؟ على خبر. يدرك بالتواتر يعني بسبب التواتر، فالباء هنا سببية، وهو أي التواتر، وسيأتي الكلام عنه موسعا. وما يفيده إخبار، إخبار جمع، يعني إخبار خاص بجمع، خرج الإخبار بواحد، إخبار جمع، خرج إخبار الواحد مش بواحد، إخبار واحد. يمتنع عادة، عادة دي من عندي وسأذكرها بعد ذلك، لأن هذا الامتناع امتناع عقلي، لأن العقل لا يحيل أن يمتنع الجمع الغفير على اختلاق خبر من الأخبار. تواطؤهم يعني اتفاقهم واجتماعهم على الكذب، والكذب هو مخالفة النسبة الكلامية للواقع الخارجي. عن محسوس، عن هنا متعلقة بيا مشايخ،
محسوس يعني مدرك بأحد الحواس. محسوس بقى عن محسوس متعلقة به. عن هنا حرف إخبار صح كده، يبقى إخبار عن محسوس، أو هو إخبار عن جمع وجمع عن جمع عن جمع عن جمع عن جمع حتى ينتهي إلى محسوس. قال أو عن إخبار جمع مثلهم، يعني كل طبقة بتبقى جمع، وفي يشترط في كل طبقة أن يمتنع أن تجتمع هذه الطبقة على اختلاق هذا الخبر حتى ينتهي ذلك إلى أمر محسوس مشاهد بالعين. قال وأما العلم المكتسب، انتهينا من العلم الضروري وما يتعلق به والآلات التي تحصل العلم الضروري. شرعنا بعد ذلك في العلم المكتسب وهو أحد نوعي العلم الحادث. قال وأما العلم المكتسب، مكتسب يعني يا مشايخ يعني حصل بعد أن لم يكن، مكتسب يعني من مردوده أنه حصل ببذل الأدوات. الاكتساب يعني إيه؟ الاكتساب معناه أنه هو حصل أولا شيئا فشيئا، حصل بعد بذل الأدوات بعد بذل المجهود، ولذلك لا يسمى علم الله سبحانه وتعالى بذلك لأنه لم يحصل بعد أدوات وبعد مجهود وبعد وبعد وبعد. قال وأما العلم المكتسب فهو الموقوف، يعني الإدراك أو العلم الموقوف، يعني الذي لا يحصل إلا بعد نظر واستدلال. موقوف يعني إيه؟ يعني مترتب على نظر ومترتب كذلك على استدلال، وسيأتي تعريف النظر والاستدلال تعريفا تاما في محله من الكتاب. طيب قال ومثال العلم المكتسب العالم، حدوث العالم، حدوث العالم نتيجة حاصلة عن نظر واستدلال. كيف عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من خلال ترتيب أمور معلومة للتوصل بها إلى مطلوب خبري مجهول. حافظ أنت الحتة دي جدع، very good. يبقى بيقول لك نظر واستدلال يعني ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى مجهول خبري. حفظناها كده من الكتاب واخد بالك ودرسناها. كالعلم بأن العالم حادث. طب العلم بأن حدوث العالم ده، العلم بحدوث العالم ده نظري ولا ضروري؟ قال نظري. لماذا؟ قال لأنه متوقف على نظر واستدلال. هو علمك مكتسب لماذا؟ لأنه متوقف على نظر واستدلال. ده أنا محتاج أن أنا أرتب مقدمات، وكل مقدمة لابد يكون لها دليل، إما دليلها الضرورة وإما يكون دليلها دليل مثلا من الأدلة المعتبرة الأخرى. حدوث العالم، طيب إزاي أنا توصلت إليه؟ قلت والله حدوث العالم إيه أقرب حاجة إليه للحدوث؟ التغير. بدور في المخزون. طب ايه هو العالم الاول؟ لابد ان انا اتصور. ما هو ايه اللي يبعدك عن السطحية؟ العمق في التصور والتأمل والبحث والفحص. ها؟ ولا تتكلم قبل ان تتعمق في الرؤية. اجعل سماعك اكتر من كلامك، لا تقع في السطحية. العالم وهو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى من الجواهر القائمة بذاتها والأعراض القائمة بغيرها، هذه الأشياء حادثة. حادثة يعني كانت بعد أن لم تكن. ما هو أنسب شيء إلى الحدوث؟ التغير. بذهب إلى العالم وأقول العالم متغير، العالم متغير. لماذا متغير؟ المشاهدة تنبئ عن هذا. الليل انصرف وجاء بعده النهار،
والنهار انصرف وجاء بعده الليل، كنا في رواق الأتراك، ثم صرنا بعد ذلك في رواق المغاربة، ثم بعد ذلك بفعل الشياطين خرجنا برا، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى المضيفة، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى الرواق الجاوي، ثم بعد ذلك ذهبنا إلى بيوتنا وأجلست وهكذا. فكل هذه تغيرات، كنا متيقظين ثم بعد ذلك نمنا، كنا جوعى فشبعنا، كنا عطشى فشربنا، كل هذه تغيرات. كنا أحياء فمتنا أو متنا، لغتين، كل هذه تغيرات. فالعالم متغير، ابنك الصغير أصبح كبير، ثم بعد ذلك تزوج، ثم بعد ذلك أنجب، ثم 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 إلى آخر، كل هذه تغيرات. يبقى العالم متغير، يعني موصوف بالتغير والتبدل، تبدل الأحوال وتبدل الذات وهو إلى آخر. وكل متغير حادث. دليل الأولى المشاهدة، ودليل الثانية وكل متغير حادث، ده مشاهدة كمان، ده أنا شايفه، يعني وجد بعد ألم يكن. طب النتيجة، يبقى العالم حادث. هذه النتيجة كيف وصلنا إليها؟ لا، وصلنا إليها بعد ترتيب أمور معلومة ليتوصل بها إلى مجهول، سواء كان تصوري أو تصديقي، لأن الاثنين كده يؤدي إلى هذا أو إلى ذلك. يبقى علم مكتسب أم لا يا مشايخ الإسلام؟ لا، علم مكتسب. طيب نقرأ بقى كده بعد أن شرح الشيخ شلتوت هذا الشرح المنيف رضي الله عنه وأرضاه. قال: وهي ما سوى الله تعالى من جواهر. يبقى من هنا لبيان الايه؟ لبيان كل ما سوى الله، لأن ما سوى الله إما جواهر وإما أعراض ولا ثالث لها، لأنه إما قائم بنفسه وإما قائم بغيره. حادث، يعني وجد بعد أن لم يكن، وذكرنا قبل ذلك أي حدوثا زمانيا، أي كائن بعد أن لم يكن، فإنه موقوف على النظر في العالم. ده موقوف على أننا ننظر في العالم، أي في أحواله. هو العالم ده أحواله إيه؟ أحواله متغير، وما نشاهده من التغير. فننتقل من التغير إلى حدوثه، لأن على طول ما دام متغير يبقى حادث، فهتنتقل انتقالا دفعيا إلى الحدوث. طب والانتقال ده اسمه إيه؟ ده اسمه فكر، ودي حركة النفس في الإيه؟ في المعقولات. انتقلت من التغير إلى الحدوث، انتقالي من التغير إلى الحدوث هذا هو الفكر. طب انتقالي من النظر إلى هذه الذات إلى هذه الذات، ده تخيل. وإنما انقسم العلم، وكأن سائلا سأله وقال: لما يا مولانا انقسم العلم إلى يعني مكتسب وضروري؟ فبدأ يجاوب عليه، قال له كده بالعقل: لو كان العلم كله مكتسب كانت تبقى مشكلة. ايه بقى المشكلة؟ اصله ما من معلومة الا وهي متوقفة على معلومة، لان بنقول مكتسب، يعني ايه مكتسب؟ يعني لا يحصل الا بعد نظر واستدلال. طب وهذا الذي اوصلني الى هذا العلم هو ايضا يحتاج الى ما يثبته، وما يثبته محتاج الى ما يثبته، فينتهي الامر الى التسلسل، او مش هيبقى تسلسل، هيبقى لثه كده، ارجع تاني الى هذا
الذي توقف على غيره وغيره توقف عليه بأفضل دور، اسمها يا مشايخ دائرة، اللي هو الدور. أن تتوقف، أن يتوقف معرفتي لألف على به، وبه على جيم، وجيم على ألف، يبقى ده اسمه ترتب بإيه؟ براتب، بدرجة. أما لو توقف ألف على به وبه على ألف يبقى ده إيه؟ اسمه دور بلا ترتب، دور بلا واسطة. يبقى في دور بواسطة ودور بلا واسطة. عندي دور معية وده باطل، وده دور معايا مفيش مشكلة، وأما الدور التاني ده اللي هو الدور السبقي ده باطل. يبقى الدور نوعين. طيب، يبقى إما أن يترتب كل واحد منهما على الثاني والثاني على الأول، أو يترتب الأول على الثاني والثاني على الثالث والثالث على الأول، يبقى ده هو الدور. أو إما أن كل معلومة تترتب على الأبلاه والأبلاه 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 لغاية ما أبص ألاقي نفسي ده دار معي في السلسلة، السلسلة التي لا تنتهي، وكلاهما باطل. لازم نقف في الآخر، لازم نقف على أمر ضروري يغنيني عن أن يتوقف هذا على غيره. ما بدأش أبحث وكل ما أبحث ألاقي فيه سلسلة، وأبحث أنا ألاقي سلسلة، أو أبحث وأبص ألاقي كل حاجة بتتوقف على ما قبلها، وهكذا. قال: وإنما انقسم العلم إلى ضروري ومكتسب، لأنه، يعني لأن الحال والشأن، لو كان العلم كله ضروريا لما احتاجنا إلى تحصيله. لو كان كل العلوم ضرورية، طب لما بقى ننظر؟ يبقى مش محتاجين للتحصيل، لكننا نحتاجنا إلى التحصيل، فهذا يدل على أنه ليس ضروري. احتياجنا إلى التحصيل يدل على أن العلم كله، على أن العلم كله ليس بضروري، وليس كله نظري. ليه؟ لأنه يترتب عليه محالين. محال الأولاني إن كل معلومة متوقفة على غيرها، والغير متوقف على الغير، وغير الغير على غير الغير على غير الغير إلى النهاية، لأن ما فيش معلومة بتنتهي. المعلومة دي يعني مثلا العالم حادث، حدوث العالم ده محتاج إلى إن إحنا مش هيبقى بقى بالمشاهدة، لا ده هيبقى عايزين دليل من غير المشاهدة، ويكون دليل نظري، والدليل النظري ده أنا عايز له دليل نظري تاني، والنظري التاني ده أنا عايز له دليل نظري تالت، والتالت عايز له، وهكذا. قال: مكتسبا لدار أو تسلسلة، إما أن يدور وإما أن يتسلسل. قال: وعلم الله تعالى قديم، يعني لا أول له. فالقدم هي امتناع الابتداء، لا يوصف بضرورة، يعني لا يوصف علمه سبحانه وتعالى بكونه علما ضروريا. لماذا؟ قلنا: لأن الضرورة هي التي يلجأ إليها من يتصف بالعلم، وهذا ينافي كونه فاعلا مختارا. يعني إيه ده؟ جبل على هذا، يبقى لا اختيار له، ولكنه له اختيار فامتنع أن يوصف بهذا. ولا كسب، لأن الكسب معناه أنه حصل بعد أن لم يكن، لأن الكسب معناه أنه بذل آلات معينة من أجل الحصول والوصول إلى المعلومة. فالعلم ينقسم إلى تصور وتصديق، فالتصور هو إدراك المفرد، والتصديق هو إدراك النسبة بالوقوع واللا وقوع، وتكلمنا على ذلك قبل ذلك. قال صاحب السلم: إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة، أي مع التصديق والتسليم لها، ودرك نسبة بتصديق وسم. وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع. وهنا بقى الشيخ الباجوري تكلم على المقدمات الخمس. لأن الإدراك إن خلا
عن الحكم، والإدراك هو وصول النفس إلى المعنى بتمامه. طب إن لم يستصل النفس إلى المعنى بتمامه يسمى إيه؟ شعور. لأن إدراك الشيء إن خلا عن الحكم عليه بنفي أو إثبات فتصور، فهذا مما يسمى تصور. زيد قائم، تصورك لزيد فقط هذا يسمى تصور. تصورك للقيام هذا يسمى تصور. تصورك للنسبة التي بينهما هذا يسمى تصور. طب الحكم بقى مع الإذعان والقبول للنسبة يسمى تصديق، وإلا يعني بأن كان معه حكم فتصديق كما تقدم إيضاحه. والنظر هو الفكر، النظر هو الفكر في حال المنظور إليه كالعالم. العالم ماذا صنعنا فيه؟ فكرنا في حاله وأنه حادث وأنه متغير وأنه وجد وأنه 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 إلى آخره. النظر هو الفكر، والفكر عبارة عن حركة النفس في المعقولات. حركتها يعني إيه؟ يعني تنقلها في الأمور المعقولة. من عندي إما محسوسات وإما معقولات، بخلاف حركة النفس في المحسوسات. حركة النفس في المحسوسات تسمى إيه؟ تسمى تخيلا. أنا وأنا قاعد كده بتخيل إن أنا انتقلت من غرفة إلى غرفة إلى غرفة، وإن أنا ركبت السيارة وهكذا. كل دي عبارة عن تخيل. يعني نفسي بتنتقل من المحسوسات من مشهد محسوس إلى مشهد محسوس، يبقى ده تخيل. عقلي بيفكر في العالم وكيف نشأ وكيف وكيف، يبقى دي معقولات، والحركة فيها تسمى إيه؟ فكرة. قال في حال المنظور فيه ليؤدي إلى المطلوب من علم أو ظن. يبقى بنظر فيه لا من أجل شيء إلا من أجل أن أتوصل إلى نتيجة. هذه النتيجة إما أن تكون مقطوع بها وإما أن تكون مضمونة. فخرج حركة النفس التي لا تؤدي إلى ما ذكر. حركة النفس يعني تأملات النفس، ولكنها لا تؤدي إلى علم ولا إلى ظن، كأكثر حديث النفس، فلا يسمى نظرا. معظم حديث النفس اللي هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن تحرك النفس. وانت قاعد كده يجي لك مثلا هاتف، انت تقعد الساعة كام؟ راح ومشي ومشي خلص ومشي. هو احنا مش هنمتحن؟ وهكذا يجي لك حوادث، حوادث لا تنتهي. وشمل التعريف النظر الصحيح والقطعي والظني والفاسد. ليه؟ لأن كل واحد منهم عبارة عن فكر في حال المنظور إليه ليؤدي إلى علم أو إلى ظن. والفكر إما والنظر إما أن يكون قطعي وإما أن يكون ظني، وإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون فاسدا. طيب خلصنا. اللي بعده والاستدلال استفعال، يعني ميزانه الصرفي استفعال. دي حتة بقى بتاعت الجامعة. يبقى استدلال استفعال على وزنه، والسين والألف، الألف والسين والتاء تدخل للطلب غالبا. قال وهو طلب الدليل. الاستفعال الاستدلال طلب الدليل. ايه ده؟ طب هو منين جاب الطلب؟ من الألف والسين والتاء. ليؤدي إلى مطلوب، يعني إلى مطلوب خبري. يبقى بنعمل ايه؟ بنطلب الدليل حتى نتوصل من خلاله إلى النتيجة. فمؤدى النظر، ما هو النظر بيؤدينا لغاية فين؟ ده بيوصلنا إلى علم أو ظن. طب والاستدلال بيوصلني إلى علم أو ظن.
فأصبحت نتيجة الاستدلال هي نتيجة النظر. ولذلك قال فمؤداهما، يعني ما يؤديان إليه واحد، ما يوصلان إليه واحد، النظر نهايته العلم أو الظن، والاستدلال نهايته العلم أو الظن. مؤداهما واحد، واحد أم لا؟ مآلهما واحد، نهايتهم واحدة. فمؤدى النظر والاستدلال واحد. فجمع وهنا أجاب عن سؤال، إذا كان كل واحد منهما يوصل إلى ما يوصل إليه الآخر، فلما جمع الناظم بينهما؟ جمع بينهما في تعريف الضروري وقال هو الذي لم يقع عن نظر واستدلال، وجمع بينهما في المكتسب وقال هو الذي يقع عن نظر واستدلال. فإذا كان مؤدى كل واحد منهما يعني واحد، فلما جمع بينهما؟ ألا يكتفي بواحد منهما مع كون هذه المقدمة موضوعة للمبتدئين؟ قال فجمع بينهما المصنف في الإثبات والنفي. لماذا؟ للتأكيد، حتى يؤكد الأول بالثاني. ولك خلي بالك النظر والاستدلال هيودوك لنهاية واحدة، انتبه إلى هذه النهاية. يبقى أكد النهاية بالثاني، أو أنه جعل النظر أعم من الاستدلال، جعل النظر أعم من الاستدلال. طب يبقى معنى بقى مؤدهما واحد إيه في الجملة يعني، أو على رأي من قال بأنهما متساويان؟ طيب يبقى النظر عنده إيه؟ عنده أوسع. طب إزاي؟ قال طيب هو هيقول أهو إيه ده؟ عايز أفكر شوية، مش مديني فرصة. طب هو ده بيعمله كده ليه؟ عشان فكرهم متسلسل، علشان المنهجية. هو عارف إيه اللي هيتسأل بعد كده، بيفكر بدماغه. هو كان قاعد وهو قاعد وهو بيكتب وبيفكر، هو ممكن اللي اتقال بعد كده إيه، والسؤال اللي بعده ويجيب، والسؤال اللي بعده ويجيب، والسؤال وهكذا. فإن قيل قلت، فإن قيل قلت، فإن قيل قلت. إيه ده؟ ده العلم ده كان بيربي مفكرين قبل ما بيربي علماء. أمال إيه اللي حصل في زماننا؟ زماننا لأننا لم ندرس العلم بالطريقة الأكاديمية التي كان يدرس بها سابقا. واخد بالك، العلم والكتب كانت تدرس من أجل إنشاء العقول والملكات والصناعات، لا من أجل إنشاء المعلومات. العلم الآن بيدرس عشان تبقى جوجل، موسوعة ثقافية، لدرجة أن بعض الحمقى والمغفلين ظن أن العلم هو المعلومات، فبدأ يقول أن الأئمة الأربعة ما عندهمش من المعارف والمعلومات التي لدينا الآن، فنحن أعلم من الأئمة الأربعة. خاب ورب الكعبة، لأنه لا يعلم ما هو العلم، ما يعرفش أن العلم صناعة، ما يعرفش أن العلم ملكات، ما يعرفش أن العلم أدوات، والأدوات والصناعات والملكات هي التي تنتج المعلومات. العلم دماغ، منتاليتي، ذهن، لكن هو ظن ان العلم جوجل، وبدأ يبني على هذا كل انتقاده للأئمة الأربعة. طب انت مين يا ابني؟ طب درست قد ايه؟ ده الشافعي جلس 3 أعوام في البادية يدرس الشعر، انت بقى درست فين يا بابا؟ ولا حاجة. طب امال تبقى انت ايه؟ تبقى أنت زنديق، تبقى أنت خارج عن الشريعة، تبقى أنت محتاج يا إما الاستتابة يا إما يعني ربنا قادر على كل شيء.
طب والباقي مش اتقطع الشريط. طب نرجع. ما هو هيقول لك بقى مش عارف ايه وايه وايه، فخلينا برضك على القد. قال: فإن الفكرة في حال المنظور فيه. فإن الفكرة في حال المنظور فيه، اللي هو عندي ايه هنا؟ هنقول مثلا العالم. العالم ده اللي هو كان الدليل السابق، ده المنظور فيه. العالم انت ممكن تنظر اليه من جهة ما يصدق به. ويصدق بايه؟ بالحدوث، صح كده؟ وممكن انك انت تنظر اليه من جهة ان انت عايز تحكم عليه، تحكم عليه حكم يلزمه الاستسلام والإذعان والقبول. خلاص. فإن الفكرة في حال المنظور فيه قد يكون من جهة ما يصدق به. يبقى العالم يصدق بأنه حادث، ويكون كذلك من جهة أنك تريد أن تحكم عليه. لا، الاثنين مع بعض، يعني ما يصدق به ويحكم عليه بعد ذلك بأمر ما. يعني هو يصدق إيه؟ يصدق بالحدوث ويحكم عليه بعد ذلك بأنه حادث على سبيل الإذعان والقبول. طب وده ايه؟ قال ودوت هو الاستدلال، ان انا انظر للمنظور اليه او الشيء المنظور اليه من جهة ما يصدق به، ومن جهة انه يحكم عليه بهذا الذي يصدق به. وذلك هو الاستدلال، ان انا انظر في حال المنظور اليه واحكم عليه بهذا الذي صدق به. العالم حادث، المنظور إليه فين؟ العالم. طب ما يصدق به؟ الحدوث. وأيضا يحكم عليه بهذا الذي يصدق به، وذلك هو الاستدلال. فإن المقصود حصول دليل يفيد ذلك. المقصود أن يحصل لك دليل يفيد حصول العالم. الحكم المطلوب مثاله، هيضرب لنا مثال: الوضوء عبادة. فين بقى هنا؟ قال لك يبقى المنظور إليه هنا الوضوء، مش العبادة، الوضوء. من حيث إنه عبادة ويحكم عليه بأنه عبادة. وكل عبادة، لا، المنظور إليه هو الوضوء، ماشي. وكل عبادة محتاجة إلى النية. يبقى الوضوء ماله؟ محتاج إلى النية. يبقى هو المطلوب إيه؟ المطلوب هو إثبات الدليل على احتياج الوضوء إلى النية. يبقى أصبح الوضوء عبادة والعبادة تحتاج إلى نية. هو ده الطريق الذي وصلني إلى هذا المطلوب الذي يسمى يا مشايخ، يسمى استدلال. يبقى استدلال هو إيه؟ هو عبارة عن طلب الدليل. طيب. أما الفكر، وقد يكون النظر من جهة أخرى. يبقى النظر قد يكون من جهة أخرى غير الجهة اللي انت نظرت فيها لما أردت أن تستدل. ممكن يبقى النظر من حيث تصور الحقيقة، وقد يكون النظر من جهة أخرى. ولذلك قال له إيه؟ قال له النظر أعم من الاستدلال. النظر أعم من الاستدلال. اجتمع في نقطة وانفرد أحدهما في نقطة أخرى.
انفرد النظر من جهة الفكر في تصور الأشياء، تصورات الأشياء. الإنسان حيوان ناطق، يبقى أنا هنا نظرت في الإنسان من حيث حقيقته وذاته، وفكرت في الحيوانية وفي الناطقية، ورتبت الحيوانية مع الناطقية ترتيبا أخرج لي تصور الحقيقة. فهذا يسمى إيه؟ يسمى نظر، ولكن لا يسمى استدلال. طب والمرة اللي فاتت الوضوء يعني عبادة، وكل عبادة محتاجة إلى نية، فالوضوء محتاج إلى نية. قال له لا، قال له أنت نظرت هنا من جهة ما يصدق به أي عليه الوضوء، ومن جهة أنه كذلك يحكم عليه. الوضوء يصدق بأنه عبادة، ويحكم عليه كذلك بعد ذلك بأنه يحتاج إلى نية، والنية كذا كذا إلى آخره. وأما بالنسبة للنظر، لا، ده النظر ممكن يبقى فكر في حالي أو حقيقتي وتصور لهذا الشيء. وقد يطلق الاستدلال على ذكر الدليل، يقول لك استدل الفقهاء بكذا، يعني ذكر الفقهاء هذه الأدلة، وهذا هو المشهور في عرف الفقهاء الآن. طيب، يبقى لما يقول لك وقد استدل الفقهاء يعني ذكروا الدليل، لكن مش معنى استدل معناها إيه؟ معناها طلبوا الدليل ليؤدي إلى مطلوب، لا، ده ذكروا الدليل. طيب احنا كده